الآن حبايبي أيضا سوف نكمل في حل التحدي الثالث اللي هو فرعين ألف وباء، عبارة عن مسائل من واقع الحياة بدنا نحلها. تمام، طبعا لازم أقرأ المسألة وأفهمها علشان أعرف أحلها. السؤال ألف بيقول: يراد تخزين 534 علبة عصير في صناديق. يعني أنا عندي 534 علبة عصير وبدي أحطهم في أشياء رابع في صناديق، تمام؟ طيب، بحيث يتسع كل صندوق لكم؟ لست علب فقط، كم صندوقا يلزمنا لذلك؟ يعني تخيلوا يا مس، عندي 534 علبة عصير، إيش بدي أعمل؟ عندي صناديق بدي أوزعها عليها بحيث إنه كل صندوق يتسع لكم علبة؟ 6 علب. تمام، يعني مثلا جبت أنا الصندوق الأول بحط فيه 6 علب، خلصنا، هذا أول صندوق. طيب بجيب الصندوق الثاني بحط فيه كمان كم علبة؟ 6 علب، انتهينا. أيضا بجيب كمان الصندوق اللي بعده بحط فيه 6 علب وإلى آخره. بدنا نشوف إذا استمرينا في هاي العملية أنا كم صندوق بلزمني عشان أوزع عليهم 534 علبة عصير، زي ما قلت، بحيث إنه في كل صندوق 6 علب. طيب شو العملية اللي بنعملها؟ إحنا بدنا نوزع العلب هاي على صناديق بحيث كل صندوق يتسع 6 علب. إذا شو رح أعمل؟ إذا رح أقسم 534 على 6، رح يطلع لي عدد الصناديق اللي أنا بحتاجها. تمام؟ فرح نقول عدد الصناديق التي تلزمنا اللي هي 534 حقسمها على 6. طبعا مس، هون لو اجيت انا اقسم على 6، طبعا لو اجيت طلعت على هاي عمليه القسمه، انا ما عم بقسم على 10 او 100 او 1000 تكون قسمتي سهله، تمام، ولا انا عندي مثلا هون اصفار اشطبها مع بعض، ولا في هون اصفار اخبيها وبعدين اصير افكر مين العدد اللي بضربه مثلا في الستة بيعطيني كذا. فإذا هون عندي عملية القسمة مو سهلة، فرح ألجأ في القسمة على طول استعمال الخوارزمية. وأنا بنصحكم دائما أي مسألة قسمة إذا أنت بتحتار فيها أو صعب قسمتها، على طول على طول اعملها بالخوارزمية. تمام، طيب شو رح نعمل؟ أول شيء حنحط رمز الخوارزمية، وأنا مجهزة هون عندي لأنه المكان صغير بالكتاب، جهزت جدول ضرب الستة، وبكون عارف خطواتي زي ما قلنا: اقسم، اضرب، اطرح، نزل رقم، كرر. يلا هاي عندي الخوارزمية، اشارة الخوارزمية، حرتب اعدادي زي ما قلنا المقسوم عليه في الخارج والمقسوم في الداخل. حبلش اقسم، يلا حمسك اول شي 100 الخمسة، 5 على 6 بقدر؟ لا، لانها اصغر منها، فحاخد 53. 53 على 6 مين بضربه؟ في الستة بيعطيني 53. ما في. طب وين موجودة هاي 53؟ موجودة بين 48 و54. على طول قلنا الأكبر ننساها، حناخد الأصغر. طب مين أنا بضربه في الستة بيعطيني 48؟ 8. فإذا كم رح يكون هون جواب القسمة؟ رح يكون عندي 8. هلأ ببلش أضرب 8 في 6 48، وين بكتبها؟ تحت الأربعة، تحت الثلاثة وخمسين. يلا حبلش أطرح، 3 ناقص 8 يجوز؟ لا يجوز. ليه؟ لأن الثلاثة أصغر من 8. إذن حنعمل عملية استلاف، هستلف من الخمسة حتصير 4، وهاي حتصير 13 ناقص 8 كم فيها؟ فيها 5. 4 ناقص 4 0، وممكن ما تكتب الصفر عادي. طيب هلأ شو بدي أعمل؟ ننزل رقم. مين الرقم اللي حننزله؟ مين ضل في 534 ما أخذناه؟ 53 خلصنا منها، ضلت 4. وين بنزلها؟ جنب جواب الطرح على يمينه. فهلأ حنزل 4. يلا كرر الخطوات. 54 تقسيم 6، في عدد بضربه في الستة بيعطيني 54. نعم، في اللي هي 109 في 6. فإذا هاي على طول حناخد 109. فهون حنقول 54 على 6 فيها 9، 9 في 6 54.
54. الآن اطرح 4 ناقص 4 0، 5 ناقص 5 0. إذن عدد الصناديق التي تلزمنا عشان نوزع 534 علبة عصير، وكل صندوق رح يكون فيه 6 علب، عدد الصناديق اللي رح تلزمنا عشان نعمل هاي العملية هم 89 صندوق. تمام؟ 89 صندوق. طب رح يزيد عندي علب عصير ما خزناها؟ لا، الباقي رح يكون صفر. إذا رح أقدر أوزع 534 على صناديق بحيث أن يكون في كل صندوق 6 علب بالتساوي، يعني مستحيل صندوق يكون فيه 6 وصندوق تاني يكون فيه عدد مختلف. إذن عدد الصناديق التي تلزمنا يساوي 89 صندوق. طبعا اللي حابب يتحقق من صحة الحل أيضا بيقدر يتحقق. تمام؟ كيف رح نتحقق يا مس؟ رح نضرب 89 في 6، ولازم الجواب نجمع له طبعا الباقي لو كان فيه، لكن هنا أنا ما عندي باقي. فالتحقق نضرب 89 في 6. طبعا في المسائل الكلامية ممكن تعملها أو لا، بس أنا طبعا دائما بفضل بالامتحانات لازم تعمل التحقق دائما يا مس بالرياضيات. مدام أنا عندي وسيلة للتحقق وأنا اللي عم بصلح لنفسي، فبفضل أنك تتحقق. فهون أنا حامل عملية التحقق، حنضرب 89 في 6. 6 في 9 54، إذن 4 وباليد 5. 6 في 8 48، و5 كم حيعطيني؟ 53. طيب كم عندنا الباقي؟ صفر. إذن حضرها زي ما هي، ما حنجمع لها إشي. 534 اللي هي نفسها المقسوم. هيك أنا بتأكد إني حليت صح. طيب تعالوا نشوف المسألة الثانية وخلينا نركز فيها كتير منيح. طيب شو بده مني بالمسألة الثانية؟ نيجي نقرأها مع بعض. السؤال بيقول إذا كان عدد المدعوين إلى أحد المؤتمرات 533 شخص، في عنا مؤتمر ودعينا أشخاص عددهم 533 شخص. طيب أراد المشرفون على المؤتمر تنظيم طريقة جلوس المدعوين، زي مسك إنك رايح على عرس أو زفاف مثلا، بتلاقيهم حاطين طاولات عشان تجلسوا عليهم. مثلا بحكوا لكم إنه إحنا حابين يجلس على كل طاولة 6 أشخاص، فقولك بحيث يجلس كل 6 أشخاص على طاولة واحدة، فكم عدد الأشخاص الذين لن يجلسوا على طاولة مكتملة العدد؟ إيش معنى كلامه كم عدد الأشخاص الذين لن يجلسوا على طاولة مكتملة العدد؟ يعني هدول 533 رح يفوتوا على المؤتمر، رح يلاقوا طاولات، على كل طاولة محطوط 6 كراسي بحيث إنه كل طاولة يجلس عليها فقط 6 أشخاص. تمام؟ ممنوع أكتر من هيك. طيب في طاولة منهم ما رح يكونوا الجالسين عليها 6، رح يكونوا أقل من 6، رح يكونوا أقل من 6. طبعا مين بسألني هون يا مس في السؤال؟ هو ما سألني كم عدد الطاولات اللي رح يجلسوا عليها المدعوين، زي مثلا فوق سألني عن عدد الصناديق. لا، قال لي كم عدد الأشخاص الذين لن يجلسوا على طاولة مكتملة العدد. معنى هذا السؤال إنه هون بسألني يا رابع عن الباقي. عن مين؟ عن الباقي. رح يضل في عندي باقي في مسألتي، هدول الباقي اللي هم ما رح يكونوا 6، رح يكونوا أقل من 6، هم رح يجلسوا على طاولة بس ما رح يكون عددهم 6 كاملين. طيب كيف أفهمكم إياها أكتر؟ تخيلوا أنا يا رابع دخلت على الصف مثلا، تمام؟ اجيت يا مس دخلت عليكم، فرضا كان عددكم 27 طالب. تمام؟ حكيت لكم انا اليوم حابه اعطي الحصه وانتم على شكل مجموعات، انتم على شكل مجموعات، قلت لكم بدي في كل مجموعه 5 طلاب، في كل مجموعه 5 طلاب. طيب ايش رح تعملوا؟ اول شيء انتم رح تيجي تقولوا طيب يا مس احنا بدنا نشوف على كم طاولة بدنا نجلس، مدام انتي احنا 27 وبدك في كل مجموعة بدك تحطي 5 طلاب. فاول شيء رح تعملوه هتقولوا طيب يا مس بدنا نقسم 27 على كم؟ على 5.
تمام، عشان نشوف احنا كم طاولة بنحتاجها عشان نوزع 27 طالب عليهم. بس حطيت شرط انه بدي في كل مجموعة بس 5 طلاب، ممنوع يكونوا اكتر. تمام، طيب اجيت وقسمت، وطبعا 2 على 5 ما بصير، باخذ 27، بقول 27 في 5 على 5 كم؟ باجي افكر مين عندي في 5 بيعطيني 27؟ طبعا ما في، فلو انا هون ما كتب جدول الضرب مخنا حنقول وين موجود ال 27 في جدول 5؟ بين 25 وبين 30، فما حناخذ ال 30 حناخذ ال 25. مين بضربه في 5 بيعطيني 25 اللي هي الخمسة. هلا 5 في 5 25، تمام. نيجي نطرح 7 ناقص 5 2، 2 ناقص 2 0. شو حتقولي؟ حتقولي يا مس احنا بنحتاج 5 طاولات على كل طالب رح يجلس 5 طلاب، بس يا مس في زاد عندي طالبين، هدول شو رح نعمل فيهم؟ نخليهم واقفين؟ لا، حجلسهم على طاولة بس حيكونوا مش مكتملين، يعني ما رح يكونوا 5، يعني كأنه حيكون عندي 5 طاولات على كل طاولة 5 طلاب، بس في طاولة حيقعدوا عليها الباقي. مين هم الباقي؟ اللي هم الاثنين هدول الطالبين، هذا الباقي رح يجلسوا بس على طاولة لحالهم، ما رح يكتمل عددهم على الخمسة. نفس المبدأ في المسألة اللي هلأ موجودة أمامي، تمام؟ فإذا شو رح نعمل؟ رح نعمل عملية قسمة، ومدام قال لي مين هم الأشخاص اللي ما رح يكون عددهم مكتمل على الطاولة، معناها بسألني عن الباقي. فإيش رح أعمل بالبداية؟ رح أقسم 533 على 6 ونشوف كم الباقي في المسألة، تمام؟ طيب أنا عندي هنا رمز الخوارزمية وحرتب الأعداد. يلا حنحط 533 في الداخل والستة في الخارج، وعندي إحنا قبل شوي كتبنا جدول ضرب الستة. يلا حنيجي نقول 5 على 6 ما بصير لأنها أصغر، هاخذ 53. يلا مين في جدول ضرب الستة؟ مين بضربه في الستة بيعطيني 53؟ ما في، تمام. بشوي حتى احنا عملناها في المسألة اللي قبلها، وين موجود 53؟ بين 48 و54، ما بناخذ الكبير بناخذ الصغير. مين بضربه في الستة بيعطيني 48 اللي هي مين؟ 8، تمام. رح يكون هون الجواب عندي 8، 8 في 6 48. هلأ ببدأ أطرح، 3 ناقص 8 لا يجوز، حنستلف، هتصير هاي 4، وهون عندي 13، 13 ناقص 8 5، و4 ناقص 4 0. الآن مين حنزل جنب الخمسة؟ حتنزل برضو 3، 53 على 6 نفس اللي فوق، حيطلع الجواب كم؟ 8، 8 في 6 48. الآن بطرح نفس الشيء، 3 ناقص 8 لا يجوز، حتصير هاي 4 منستلف، وهاي حتصير عندي 13، 13 ناقص 8 5، وهون عندي 0. طب ضل عندي كمان أعداد أنزلها من 533؟ لا ما ضل عندي، إذا انتهت القسمة والباقي 5. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناها 88 هاي حيكون عدد الطاولات اللي حيجلس عليها كل واحدة منهم، حيجلس عليها 6 أشخاص. إذا حيكون عندي 88 طاولة، على كل طاولة رح يجلس 6 أشخاص، بس رح يكون عندي طاولة زيادة حيقعد عليها كم؟ 5 أشخاص. 5 أشخاص، يعني عندي 88 طاولة، على كل طاولة 6، تمام؟ طيب كم شخص رح يزيد عنا؟ رح يزيدوا عنا 5 أشخاص، هدول ليش؟ إنهم ما كملوا الستة، ما كملوا الستة، فهدول حيجلسوا على طاولة لحالهم وما رح يكونوا مكتملين، ما رح يكونوا 6 أشخاص، تمام حبايبي؟ طيب هذا كان كل شيء لليوم. إن شاء الله الواجب حيكون عبارة عن ورقة عمل أيضا على القسمة 2. بتمنى حبايبي تكونوا كلكم فهمتوها وأتقنتوها. في النهاية حبايبي بدي أحكي لكم شغلة كتير مهمة، أنا في درس القسمة 1 أعطيتكم طريقة القسمة بالتجزئة، تمام؟ طبعا اللي ما أتقنها كتير أو اللي مو حاببها كتير، ممكن إنه أي مسألة قسمة بعد هيك يشتغلها أو يحلها باستخدام الخوارزمية،
ممكن إنه نشتغلها باستخدام الخوارزمية. يعني مثلا زي عنا كان في عنا هون حبايبي مثلا 196 تقسيم 2، احنا ما عرفنا نقسمها على طول فاستخدمنا التجزئة. بتقدر انك هون تعمل اياها بالخوارزمية وحيطلع الجواب نفسه. برضو كان عنا هون احنا اشتغلنا 180 تقسيم 4 بالتجزئة، برضو بتقدر تعملها بالخوارزمية وحيطلع الجواب نفسه. وبرضو عملنا 180 هون تقسيم 4، برضو بتقدر تعملها بالخوارزمية وحيطلع الجواب نفسه. فاللي مو حابب يشتغل بطريقة التجزئة اللي اشتغلناها في درس القسم واحد، تقدر أي مسألة بعد الآن تعمل لي إياها باستخدام خوارزمية القسمة. وهاي المسائل نفسها راح أحطها بورقة العمل إن شاء الله وخليكم تحسبوا لي النواتج لكن باستخدام خوارزمية القسمة. يعطيكم ألف عافية حبايبي.